السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أبطال الصف الخامس الابتدائي، أهلا وسهلا بكم في درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية. يلا نستكمل مع بعض يونت 2 الوحدة الثانية واللي عنوانها I want to be healthy، أريد أن أكون بصحة جيدة. النهاردة معدنا مع lesson 3 الدرس الثالث sports places and equipment، الأماكن اللي بنمارس فيها الرياضة والمعدات الرياضية. وتعالوا نبدأ بالفوكاب، الكلمات اللي عندنا يا أولاد. أول كلمة كاراتي سوت، كاراتي سوت اللي هي بدلة الكاراتي. فوتبول بوتس، فوتبول بوتس اللي هو حذاء كرة القدم. تنس بول، تنس بول اللي هي كرة التنس. سويمينج جوجلز، سويمينج جوجلز اللي هي نظارة السباحة. سكواش راكت، سكواش راكتس اللي هي مضرب السكواش، مضرب السكواش. تنس كورت، تنس كورت ملعب التنس. فوتبول بيتش، فوتبول بيتش اللي هو ملعب كرة القدم. سويمينج بول، سويمينج بول اللي هو حمام السباحة. الاكسترا فوكاب الكلمات الاضافيه، واول كلمه عندنا هاي كيكس، هاي كيكس اللي هي الركلات العاليه. هاي كيكس. كيكينج ابول، كيكينج ابول يبقى ركله الكره. رايم، رايم اللي هو يتناغم. بليس، بليس يعني مكان. كونغ فو، كونغ فو اللي هي رياضه الكونغ فو. بيست، بيست يعني افضل. موفز، موفز اللي هي الحركات. وولز حوائط. اكويبمنت يعني معدات. تعالوا نشوف النص اللي عندنا يا اولاد. مجموعه من اصدقائنا بيتكلموا، اول ولد بيتكلم ده بيقول I love my sport، انا بحب الرياضه بتاعتي، لسه مش عارفينها ايه هي، هو هيوصفها لنا. Kicking a ball on a pitch is my favorite thing، ركل الكره في الملعب بتاع كره القدم هو الشيء المفضل عندي. بعد كده البنوتة بتقول being in a swimming pool، كونك في حمام السباحة، ان انا اكون في حمام السباحة. I'm doing this sport، وممارسة هذه الرياضة is the best thing for me، ده افضل شيء عندي. الولد اللي بعد كده بيقول I like the way I can do lots of different moves، يعني بيقول لنا انا بحب الطريقة اللي بقوم بيها بعمل الكثير من الحركات المختلفة. I like high kicks best، افضل حاجة عندي اللي هي الركلات العالية. طبعا هو بيلعب التايكوندو. بعد كده البنوتة دي بتقول you have to play a small court، هتلعب في ملعب صغير with walls all around وليه حوائط من جميع الجناب. you have a small racket، بيبقى معاك مضرب صغير. and you move very fast، وتتحرك بسرعة، يبقى اكيد طبعا ده اللي هو السكواش. في الاخير هنا الولد بيقول I think it's an awesome sport، اعتقد انها رياضة رائعة. And I practice a lot in the summer، وأنا بتمرن كثيرا، أتدرب كثيرا في الصيف. They have tennis courts in the park، وهم عندهم ملاعب للتنس في الحدائق. And I go there with my friends، أذهب إلى هناك مع أصدقائي. خلي بالك بقى من المعدات الرياضية يا ولاد، واحد بيقول لك This is what I wear to play football، ده برتدي عشان نلعب كرة القدم اللي هو البوتس طبعا. This is where I play football، ده المكان اللي أنا بلعب فيه كرة القدم اللي هو football pitch، ملعب كرة القدم. بعد كده طبعا ده swimming pool، حمام السباحة. This is where I go swimming، ده المكان اللي بنذهب فيه للسباحة. This is what I wear to go swimming، وده اللي برتديه عشان أذهب للسباحة اللي هو swimming goggles. بعد كده بيقول لي This is what I use to play squash، ده بنستخدمه عشان نلعب السكواش اللي هو الراكتس، المضارب. This is where I play squash، وده المكان اللي بنلعب فيه السكواش. بعد كده الولد بيقول لك This is what I wear to do karate، دي برتديها عشان ألعب الكاراتي اللي هي كاراتي سوت. This is what I do when I do karate، ودي الحاجات اللي أنا بعملها لما ألعب الكاراتي اللي هي الهاي كيكس أو الركلات العالية. A I love my sport. Kicking a ball on a pitch is my favorite thing. B Being in a swimming pool and doing this sport is the best thing for me. I feel like a different person. I like the way I can do lots of different moves. I like high kicks best. My suit for this sport is white. You have to play on a small court with walls all around. You have a small racket and you move very fast. You get really hot too. E. I think it's an awesome sport, and I practice a lot in the summer. They have tennis courts in the park, and I go there with my friends. I want to be as good as Muhammad Safwat. تعالوا دلوقتي نشوف الجزء الثاني والخاص بالفونكس، بالأصوات
عندنا حاجة بسيطة كده يا ولاد. How to count sounds in a word. ازاي نعد الأصوات في كلمة؟ خلي بالك مش كل حرف صوت يا ولاد. في بعض الحروف بتيجي مع بعض، يعني حرفين بيدوني صوت واحد، زي مثلا كل الحاجات اللي قدامنا دي، السي والاتش واللي صوتها التش زي تشابس، الاس والاتش واللي صوتها الش زي فش، التي والاتش واللي صوتها الثاء او الزاء الثاء يعني زي كلمة ثري، والزال زي كلمة مازا، البي والاتش واللي بنطقها فه زي كلمة elephant، الان والجي بننطق الان بس بتبقى ن، بنتك عليها كده ن، الدبليو والاتش هننطق الدبليو بس زي وات، السي والكي هننطق الكي بس، الدبل ال بننطق ال واحده بس. يبقى دي بعض الحروف يا اولاد، حرفين بيجوا مع بعض بيدوا لي صوت واحد، صوت واحد. يعني مثلا كلمه سوك اهي، يعني شراب، الاس ده صوت، الاو ده الصوت الثاني، السي والكي ده صوت واحد بس. يبقى كلمه مكونه من ثلاث اصوات بالرغم ان هي فيها اربع حروف. ومثال مثلا زي كلمه نيك، وزي كلمه دال، وزي كلمه فش، وزي كلمه فال، كل الكلمات دي بتدي لنا ثلاث اصوات فقط. تعالوا ننتقل للحاجة التانية يا ولاد، وهو الفرق ما بين الشورت فاول واللونج فاول. طبعا الأصوات المتحركة القصيرة والأصوات المتحركة الطويلة، وهتلاقي في فيديو في صندوق الوصف بيشرح لك الفرق ما بين الشورت فاول واللونج فاول. خلينا في الحتة البسيطة اللي عندنا دي، يعني مثلا حرف الـ A الصوت الشورت القصير بتاعه اللي هو A زي كلمة هات وزي كلمة كات، إنما اللونج بتاعه اللي هو A زي كلمة كيك وزي كلمة بين. حرف الاي بقى الشورت، النطق الشورت بتاعه اللي هو اه زي كلمة pan وزي كلمة egg، انما اللونج بتاعه بص يا ولد هنقول اي زي كلمة بي feet. حرف اليو النطق الشورت بتاعه اه زي كلمة not وزي كلمة cup، اما النطق اللونج بتاعه يو زي كلمة cube وزي كلمة fuel fuel. حرف الاي النطق الشورت بتاعه اللي هو اه زي كلمة set وزي كلمة fish، انما اللونج بتاعه هننطقه زي ما هو اي زي كلمه بايك وزي كلمه نايت. وفي الاخير حرف الاو النطق الشورت او زي كلمه دوج وزي كلمه بوت، انما اللونج بتاعه روز كون. ده الجزء الخاص بالديفرنس بتوين شورت فاولز اند لونج فاولز، الفرق ما بين الاصوات المتحركه القصيره والطويله. تعالوا نروح للجزء الاخير اللي عندنا يا اولاد، وهو تقسيم الكلمه لمقاطع. اي كلمه يا اولاد بيبقى فيها عدد من المقاطع، في كلمات مقطع واحد، في كلمات مقطعين، في كلمات ثلاث مقاطع، واللي بيحدد لي الموضوع ده الحروف المتحركه. لو الكلمه فيها حرف متحرك واحد يا اولاد هتبقى مقطع واحد، زي مان وكات وريد وسان وبن، بص حرف متحرك واحد فبالتالي بتديني مقطع واحد. اما بقى الكلمه اللي فيها حرفين متحركين وده بيتنطق مع حرف متحرك ساكن او اكتر بيدي لي مقطع، يعني مثلا الكلمه بيكون فيها مقطعين زي كلمه سباي در، بص مقطعين، سباي الاي هنا خلاص ده مقطع، در اللي هو الاي ده مقطع، يبقى سباي در. برضو تيتشر، بي بر، وين دو، رو بوت، تايجر، بص ده موضوع بسيط جدا وسهل جدا، انت اكيد بكل سهوله تعرف تقسم الكلمه لمقاطع صوتيه. ومع نهاية الجزء الخاص بالبرونسيشن النطق نكون وصلنا معاكم لنهاية lesson 3 الدرس الثالث في unit 2 الوحدة الثانية من منهج الصف الخامس الابتدائي. انتظرونا في شرح باقي الدروس. Goodbye.